أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دابنغا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم. أهلا ومرحبا بك الأستاذ صالح محمود، رئيس هيئة محامي دارفور القيادي بالحزب الشيوعي السوداني في راديو دابنغا. أهلا وسهلا أستاذ صالح. أستاذ صالح، الأنباء الواردة تؤكد أنه والي ولاية غرب دارفور خميس أبكر تم اعتقاله حسب ما هو وارد في الميديا، وفي نهاية اليوم ظهرت صور أنه تم اغتياله. ابتداء، ما هو تعليقك على هذا الحدث المرتبط بالظروف السائدة في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور؟ حقيقة أستاذ صادق والسادة المستمعين، نترحم على كل الذين صعدت أرواحهم نتيجة للصراع المسلح الدامي في مدينة الجنينة وأيضا في مدن أخرى في دارفور، من بينها كتم، الفاشر، نيالة، زالينجي. وبالتأكيد يعني التصعيد الأخير في الأحداث في دارفور كان بيشير إنه في غياب الإعلام والرفض لما يجري في مدن تم حصارها وقفلها وعدلها تماما من العالم، لأسباب كثيرة من بينها قطع خطوط الاتصالات وأيضا حصار المدن المذكورة خاصة الجنينة والزالينجي. واستمرت الأحداث في غياب كامل، كأنما تحدث هذه الأشياء في الظلام. أيضا للأسف الشديد يعني العالم كله بيعرف ما هي نتائج مثل هذه العمليات التي تتم في مثل هذه الظروف. ما يجري في دارفور، في مدن دارفور خاصة في الجنينة وفي زالينجي، هي الجرائم التطهير العرقي المرتبطة بالمبادئ الجماعية وجرائم ضد الإنسانية، وده أكدته يعني شواهد كثيرة من بينها ما ذكره السيد فولكر بيرت في بيانه في الصادر تقريبا قبل يوم أو يومين، وأكد أنه في جرائم من هذا النوع، وربما خاف هو في تفاصيل أكثر عن طبيعة هذه الجرائم. أيضا بيان الدعم السريع أمس أكدت أيضا أنه تجري مواجهات قبلية في مدينة الجنينة. كل هذه الأعمال تجري في غياب من ما يعرف بسيادة حكم القانون. تعرف إنه هذه المناطق أصبحت هي مناطق يعني لا تخضع لسيطرة مؤسسات الدولة، ابتداء من الجيش والشرطة والنيابات والمحاكم، كل هذه المؤسسات معطلة. وبالتالي هذا التصعيد من شأنه طبعا إنه يعني يحفظ أرواح كثيرة. بالتالي يعني نخشى ما نخشاه إنه في غياب اهتمام المؤسسات الدولية المسؤولة عن حياة الناس في أي منطقة في العالم، يعني من بينها مجلس الأمن والسلم الإفريقي، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، الاتحاد الإفريقي، كل هذه جهات غائبة تماما. حتى ما يدور في جدة لا يتم ذكر ما يجري في مناطق زي زالينجي والجنينة، إنما الحديث كله عن الخرطوم والبعد الإنساني المتمثل في توفير المساعدات الإنسانية والاحتياجات الضرورية. ده أيضا لا يتم التعامل معها بشكل لائق، لأنه ما فهمناه في الجنينة وفي زالينجي أن هناك إعاقة للنشاط. سمع يا أستاذ، يعني لاحظنا كل البيانات اللي طلعت في ما يخص مقتل والي ولاية غرب دارفور، سواء كان من حزب الأمة أو سواء كان من قوات الدعم السريع أو سواء كان من بعض الحركات المسلحة، كل هذه البيانات لا تشير مباشرة إلى الجهة، وإنما بعضهم يتحدث عن ميليشيات مسلحة، بعضهم يتحدث عن قوات منفلتة، باستثناء القوات المسلحة اللي هي قالت إنه تم اغتياله من قبل قوات الدعم السريع.
أستاذ صالح، ما طبيعة اللي بيحصل في مدينة الجنينة؟ ما يحدث هو خليط من أنشطة متعددة، ولكن خلينا نشوف الأساس لهذا الصراع. أساس هذا الصراع أنه أساس قبلي، وبخصوص الأرض، هذا هو إطار الصراع هنا. ما يمكن تصوره أيضا أن تتحول مثل هذا الوضع لوضع سائل، يعني وضع سيولة، أنه ميليشيات قبلية أيضا ممكن جدا تتدخل في مثل هذه الظروف في غياب الرقابة وغياب الضبط والربط، وأنه قوات كثيرة جدا، يعني في حديث كثير جدا أنه أشخاص بيرتدوا زي الدعم السريع. أحيانا الناس الدعم السريع بيقولوا أنه النازل ما تابعين لنا، ولكن بيرتدوا زي الدعم السريع. الدعم السريع طلع بيان، الصراع في الجنينة في الغالب كان صراع قبلي بين المجموعات القبلية، مجموعات عربية ومجموعات الغير العربية على رأسهم المساليس. وبالتالي في غياب المعلومات الدقيقة عن هوية الجهة التي ارتادت الوالي المرحوم خميس بكر، تظل هناك حوجة ملحة أن تبين الدعم السريع وتبين الجهات الرسمية الأخرى، الجيش وأيضا المواطنين الآخرين اللي هم طرف في الصراع. يجب أن يتم جمع المعلومات الكافية لمعرفة هوية من قامت بهذه العملية. وأنا أعتقد أنه في هذه المرحلة من الصعب جدا إطلاق الأحكام القاطعة في مثل هذه الظروف. أنا في رأيي نحتاج لمعلومات، وهي ممكن تتوفر، يعني لمعلومات تساعد أنه تحدد مسؤولية الجهة التي قامت بهذه الجريمة البشعة. أما يعني الجهات اللي طلعت البيانات، أنا أعتقد من المهم جدا أنه أيضا نربط المسؤولية، يعني أطراف جوبا اللي هو الوالي خميس تابع لأطراف جوبا اللي وقعت على اتفاقية جوبا، وبعد خروج الميناميت كان من المقرر أن تتحمل قوات الحركات الموقعة على اتفاقية جوبا والدعم السريع والجيش السوداني في حماية المواطنين في دارفور بعد خروج الميناميت. هذا ما لم نشاهده على الإطلاق، وبالتالي هذا هو الخلل الرئيسي في أن تظل الأوضاع هناك أوضاع في وضع السيولة وفي وضع اللا قانون وفي وضع غياب المحاسبة والملاحقة القضائية. سمع أستاذ صالح، هل ما يجري في الجنينة له ارتباط بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الحرب الدائرة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع؟ أنا أعتقد أن الجيش طرف في كل ما يجري في دارفور، لأنه الجيش أيضا الجيش اللي نحن عارفينه في دارفور لفترة طويلة منذ 2003 إلى اليوم هو جيش تابع للنظام القديم، وهو جيش يطبق نفس السياسات على عهد البائد بتاع 30 سنة إلا ما ندب، وشاهدنا ذلك في كثير من الأحيان. يعني ما بيهتموا بحماية المواطن، شفنا الكلام ده في بليل لا تبعد عن 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 عن, عن حامية نيالة أكثر من 20 كيلومتر. لا يتدخل الجيش، لا يتدخل الجيش في أي يعني صراع يعني يستهدف حياة المواطنين في دارفور. هذا ما درجت عليه القوات المسلحة هناك والأجهزة الأمنية الأخرى من بين الأمن وحتى أحيانا الشرطة. إذن هي أيضا تتحمل، وأحيانا هي ذات الطرف. يعني مواطنين كثيرين جدا بيفتكروا إنه الجيش طوال الفترات الفاتت كان بيستهدف فقط يعني المواطنين الأبرياء العزل، وشفنا أيضا أعمال مماثلة وشبيهة في ثورة الخرطوم أثناء الاعتصامات، اعتصام القيادة العامة، شفنا أيضا في الشوارع أثناء المظاهرات السلمية أن كان دور هذه القوات النظامية، وبالتالي هي طرف بأي حال من الأحوال، لا يمكن تدريراتهم بأي حال من الأحوال. الجيش لوحده أم الجيش والدعم السريع؟ باعتبارهم كلهم كانوا بمسؤول القوات النظامية. المكون العسكري بنسميه المكون العسكري التي يتكون من الجيش والدعم السريع طبعا، وبقية الأجهزة النظامية الأخرى هنا هي ضالة في مثل هذه الأعمال، وبالتالي تتحمل هي المسؤولية. لأنه أنا قلت لك يعني بعد خروج اليونان وبعد اتفاقية جوبا، الجيش والدعم السريع وحركات
موقعة اللي هي العدل والمساواة حركة مني، وحتى خميس بكر كانوا هم المسؤولين في حماية المواطنين. هذا ما لم يحدث ولم نراه أبدا. إنما لعلمنا ومن التسريبات عدد القتلى يفوق 1100 في مدينة الجنينة، عدد الجرحى يفوق 2500. هناك منع تام للمواطنين وللوصول لمصادر مياه الشرب بعد تعطيل الشبكة، هناك تعطيل للمؤسسات الصحية تماما، هناك حصار على المدينة. كيف تكيف هذه الأعمال قانونا، وهل هي تدخل ضمن الجرائم الأربعة المعروفة واللي قامت عليها ميثاق روما الأنشأ المحكمة الجنائية الدولية؟ طبعا بالتأكيد، أول ما يمكن القول عندما تتم كل هذه الأعمال والأنشطة اللي أنت ذكرتها، منع الناس من الوصول لمصادر المياه، منع الاتصالات، منع الطواقم الطبية من تقديم المساعدة الطبية للجرحى والمصابين، منع وصول الإغاثات والاحتياجات الإنسانية، كل هذه في القانون الدولي وبميثاق روما تعتبر أعمال من شأنها أن نستنتج منها إنها هي ممكن في هذه الحالة تنتج عنها إزهاق أرواح الناس. يعني هذه أنشطة ممنهجة والغرض منها تسبيب أذى للناس وإزهاق الأرواح. هذه الأعمال تستنتج منها إنه في مثل هذه الأوضاع عندما يتم حصار هذا العدد الهائل من الناس وبدون أن تتوفر لهم الاحتياجات الأساسية، إذن من الطبيعي أن يموت عدد كبير جدا من الناس. وبالتالي هذه هي جرائم التطهير العرقي، جرائم الإبادة الجماعية، جرائم ضد الإنسانية بالتأكيد وبكل تأكيد. هذا ما يقوله القانون الدولي في هذا الصدد. الدليل على ذلك العدد الكبير من الموتى، أكثر من 1100 وأكثر من 2000 من الجرحى، ويمنع عنهم العلاج حتى إسعاف من يمكن أن يتم يتعافوا علاجه غير متوفر غير متاح. بالتالي النتيجة الختمية أنه العدد حيزيد للأسف الشديد ما لم تتدخل جهات أخرى لحماية أرواح الناس تحت ما يعرف بـ responsibility to protect. بيسموا هذه الأعمال إنها أعمال يتم يعني تخطيطها والتدبيرها بعناية لإحداث النتائج المعروفة سلفا، وهي نتائج حاسمة هو موت الناس في نهاية الأمر. مجلس الأمن الدولي بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة معني هذا المجلس بحماية أرواح أي بني آدم إنسان بغض النظر عن العدد، بغض النظر عن اللون، عن الجنس، عن الدين، عن البيئة الجغرافية. طالما تتعرض حياته لهذا النوع من الخطر، طالما حياته تتعرض إنه يكون ضمن يتم إسحاق أرواحه بسبب جرائم الإبادة الجماعية وبسبب جرائم ضد الإنسانية، إذن مجلس الأمن هو المسؤول المعني في التدخل لإنقاذ حياة الناس بموجب الفصل السابع باتخاذ تدابير معروفة ومعلومة. وبالتالي أيضا مجلس الأمن إذا اتخذ قرار بموجب الفصل السابع، يجب على الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بالتضامن والانفراد أن تتدخل بغرض إنقاذ حياة الناس اللي بيتعرضوا لهذا النوع من الجرائم. أستاذ صالح، في بداية حديثك ذكرت أنه هذا الصراع أو هذه الأحداث الموجودة في الجنينة قامت على خلفية صراع قبلي، أسها صراع حول الأرض. الآن هذا الصراع يعني أوصل المدينة لما وصلت إليه، حتى قتل والي ولاية غرب دارفور اللي هو بينتمي لإثنية محددة. ما هي تداعيات هذه الوقائع والأحداث على المنطقة ككل؟ هل نحن مقبلون على صراع ذو طابع قبلي في المنطقة كلها؟ وهل هذه الواقعة مقتل والي ولاية غرب دارفور ممكن تكون محفز لامتداد الصراع لمناطق أخرى في دارفور؟ هناك الشواهد تؤكد أن هذه الجرائم هي جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية، وبالتالي هذه الجرائم تعتبر هي مهددة للأمن والسلم الإقليمي والدولي. ليه؟ لأنه من شأن وقوع مثل هذه الجرائم أن تتسع دائرة نطاق المواجهات عن طريق الاستقطابات. قد يكون استقطابات قبلية بالتحالفات القبلية، يكون استقطاب داخل القبيلة الواحدة لأنه الوالي بينتمي لقبيلة، وبالتالي طبيعي جدا أنه أن تكون هناك ردود أفعال. قد
تكون هناك استقطابات حتى من خارج الحدود، وبالتالي هذه الجرائم يعني لما نعتبرها هي مسؤولية مجلس الأمن، ده باعتبار أنه مجلس الأمن هو هي الجهة التي تمنع ارتفاع مثل هذه الجرائم حتى لا تكون سبب في زعزعة أمن واستقرار منطقة ما في العالم، اللي هو ده بيسموه أن لا تتحول مثل هذه الحروب إلى مهدد حقيقي للسلم والأمن الإقليمي والدولي. وده سهل جدا ممكن عن طريق الاستخبارات أن تتسع الدائرة ما لم يتم اتخاذ تدابير لاحتواء الموقف من موقف مبكر. أنا شايف كل البيانات اللي طلعت تشير وتناشد أنه يتم احتواء هذا العنف وهذا الصراع، وأن تستخدم المجموعات القبلية الموجودة هناك على الأرض الإرث التاريخي في ما يتعلق باحتواء مثل هذه النزاعات، وده موجود في كل البيانات طلعت. هذا بيان الدعم السريع أيضا بيشير لضرورة وأهمية احتواء هذا الصراع حتى لا تتسع الدائرة. أنا أعتقد أنه ليس في مقدور أهل الجنينة وحدهم أن يتمكنوا من الاحتواء والسيطرة المطلوبة لهذا الوضع. هذا الوضع هو حقيقة الأمر وضع يجب أن يتحمل السودانيون على المستوى القومي، سواء عن طريق الأحزاب السياسية، منظمات المجتمع المدني، قيادات القبلية في دارفور وغير دارفور. يعني كل السودان يجب أن يهب الجميع لإطفاء نار الفتنة التي اشتعلت في الجنينة وفي مدن أخرى في دارفور. وأعتقد أنه قدامنا نموذج كان بسيط لكن ذو دلالة ما حدث في نيالا وفي الفاشر وربما في زالنج لحد ما، عندما يعني تم اتخاذ موقف من المجموعات القبلية الموجودة في هذه المناطق في يعني منع إثارة الأوضاع الأمنية. الآن ما يجري في الجنينة هي مسؤولية السودانيين جميعا. أنا أعتقد أنه من الممكن جدا أن يهب الجميع وتتم مبادرة. في نفس الوقت أعتقد أنه ما تبقى من بعض مؤسسات الدولة أن تلعب دور المطلوب وأن تبتعد من السياسات القديمة الموروثة اللي ما كانت عندها يعني هم غير الحفاظ على كرسي السلطة في الخرطوم أو على مؤسسات الحكم. الآن حياة المواطنين هي الأولوية التي تشكل الأولوية بالنسبة للقوات النظامية بمختلف مسمياتها، وأنا أعتقد أنه هناك وطنيون داخل هذه المؤسسات القوات النظامية المختلفة، ومع الجهد الشعبي نتوقع أن نرى مبادرة قريبة لاحتواء الموقف فيه. الأستاذ صالح محمود المحامي رئيس هيئة محامي دارفور القيادي بالحزب الشيوعي السوداني، أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجا. شكرا للفرصة.